نروح بقى على النادي الاهلي، وعندنا مباراه في منتهى الاهميه يوم السبت الجاي ان شاء الله، لقاء العوده امام بطل النيجر. حضرتك شايف ايه مبدئيا فيما يتعلق بالمباراه الاولى، وتوقعاتك بشكل عام فيما يتعلق بالنادي الاهلي والفتره الجايه هيكون الامور فيها عامله ازاي؟ والله في نقطه انا محيراني بقالي فتره الحقيقه اللي هي وهي هبقى ضد التيار، معلش يعني. ومال انا كراجل بعشق النادي الاهلي، وانا متربي في صغري في النادي الاهلي وخدمت في النادي الاهلي فتره طويله. الموجه اللي مخليه عايزين جمهور النادي الاهلي يحزن ويبقى في حزن شديد وفي قهر شديد انه ما خدش الدوري. انا واخد 6-7 بطولات وبانجاز ما حصلش قبل كده، بتاخد في 4 شهور بطولتين افريقيا، ثالث كاس عالم، بتكسب فرق، بتلعب مع بايرن ميونخ، وبعدين بتسافر وتروح وتيجي. انا في قلنا قبل كده انت في اسبوع رحت من الجونه للسويس لاسكندريه. اللعيبه دي زي ما قال كابتن خطيب امبارح، اللعيبه دول فعلا جيل من الاجيال العظيمه جدا في تاريخ النادي. فالموجه بقى ان انا حزين ازاي؟ طب ما دوري ضاع، طب ما انا اقارن نفسي، طب شوف بقى برشلونه وريال مدريد خدوا ايه السنه اللي فاتت؟ السيتي خد ايه؟ يعني خد دوري، طب والباقي؟ ويتغلب في ليفربول خد بطوله واحده، طب وبقيه البطولات؟ في اخطاء. الاخطاء اللي عندنا تكاد تكون 10%، انما 90% انا قلت الدوري، وقلت هنا مع حضراتكم الدوري كان بفعل فاعل. يعني انا مش عايز احلف. الدوري كان بفعل فاعل. 28 نقطه اتاخدوا من النادي الاهلي. وبعدين الماتش بتاع السوبر ده ماتش واحد، وارد جدا في العالم كله ان يبقى فيه الحاجه دي. الحاجه الثانيه بقى، كل الانديه القويه اللي موجوده في بطوله افريقيا يا اما اتغلبت يا اما اتعادلت. سان داونز متعادل، الوداد مغلوب، النجم الساحلي اتغلب، ده الماتش اللي فات. ولسه طبعا الماتش الثاني احنا ما اتغلبناش، ادينا مباراه مش جيده، لكن النتيجه جيده جدا. في ظل ايه بقى؟ في ظل درجه حراره 40، في ظل اللي ما لعبش كوره وما شافش كوره يعرف ان الملعب لما تنزل بتلاقي التلفزيون جايب لك الارضيه خضراء ومستويه وجميله جدا. طب انزل بقى. الكلام ده حضرتك كنت لما كنت بشتغل كمدير فني، لما بننزل الاستاد زمان حضرتك تلاقي النجيله خضراء جميله جدا، طب امشي بقى فيها حفر. علشان كده اللعيبه بتلجأ ان هي تلعب الكرات العاليه. ما فيش حد اتكلم في اي استوديو تحليلي ان الولاد دول كانوا بيلعبوا بعنف غير طبيعي، لدرجه ان كان بيخش بالبوكس في وش السوليه. الجول لما دخل وعمل ضربه جزاء، ده ربنا ستر ان محمد شريف ده ما جابوش صليبي، ده راجل دخل برجليه الاثنين عامل معاه مقص واخد ركبته. لما لعيب عنده فكر ان انا برضو الحكم ما بيدينيش الحمايه الكافيه، فيبقى في ضربه جزاء وقدام عينه بيوطي علشان يشوفها، مش عايز يحسبها. هل خايف؟ هل ايه؟ الله اعلم. فكل الامور دي لما انا احسبها وانا كلاعب في الملعب، برضو انا بني ادم برضو بخاف على رجليا، لان الحكم ما بيدينيش، ده مدينا احنا 4 انذارات هم مش واخدين انذارات، بيلعبوا بعنف غير طبيعي. فانا مش باجي مبرر، لكن برضو في بدايه موسم انا في اعتقادي ان الولاد دول ما خدوش راحه. الولاد دول بيلعبوا في ظروف صعبه جدا، اولا هم سافروا يوم الاربعاء ولعبوا الجمعه، فطبعا ده وقت قصير جدا. طب معنى كده ان احنا ممكن نقضي الموسم اللي جاي كله برضو بنتكلم في نفس الحاجات اللي كنا بنشتكي منها في الموسم اللي فات؟ لا، الوضع مختلف دلوقتي، لانك انت عملت تدعيمات ل5-6 لعيبه، الاعارات اللي رجعت هيبقى عندك تيمين، مش هيبقى في نوع من الايه بقى، لا يبقى في اولا تدوير، واللعيبه قريبين جدا من مستوى بعض. لما تلاقي هاني وتلاقي اكرم، هتلاقي علي معلول ومثلا ايمن اشرف، هتلاقي محمود وحيد، هتلاقي عمرو السوليه، هتلاقي ديانج، هتلاقي حمدي، هتلاقي اكرم، هتلاقي عمار، هتلاقي احمد عبد القادر، يعني هيكون في بدايل جاهزه راس الحرب وعلى نفس المستوى. الاطراف الاثنين الافارقه اللي جايين، حسام حسن مع محمد شريف، كل يعني اللي بس يعني اداؤه ممكن ينزل شويه
البديل قاعد له بره مش عشان حاجه يعني يبقى في نوع من التنافس جاهزيه بس طبعا التنافس طبعا. ودايما احنا بنقول دايما لعيب النادي الاهلي عليه الضغوط والضغوط دي لازم يبقى هو متعود عليها لانك انت لو ما عندكش ضغوط عمرك ما هتسعد الجمهور اللي هو منتظرك. انا بشوف ان الجمهور في كل حته بيقابلونا الجمهور في منتهى السعاده. صحيح بيبقى في غصه كده بتاعت غصة الدوري بسيطة طبعا ان الدوري راح احتمال كان في بعض الاخطاء. مين مننا ما بيغلطش؟ المدير الفني مش نبي ممكن يغلط، اللعيب ممكن يغلط، الشناوي ياما فرحه وياما شال لما يغلط غلطه يعني لا طبعا. فانا بقول ليه انا ضد الطيار، لان انا شايف ان هناك غرض سيء انك انت عايز تحزن الجمهور انك انت ازاي تفقد دوري. طب وتيم المنافس خد كام بطوله يعني؟ ما لا ما مش موضوعنا بس يعني لا موضوعنا مفيش مقارنة لا أصلا مفيش مقارنة. ما التيم اللي بينافسني أنا واخد 7 بطولات أو 6 بطولات والتيم المنافس واخد بطولة، فأنت بتحزنني على أن أنا واخد 6 بطولات فقدت دوري. ما هو لا تعليق، ما هي دي حاجة لا تعليق، ما في حاجات بتتقال ما بتقالش عليها تعليق أصلا، أن هي مش هرد يعني ملهاش رد. علشان كده أنا بقول لجمهور النادي الأهلي يعني. من خلال حضراتكم المفروض ان انت تبقى فرحان بفرقتك طبعا، بادارتك، بجهازك، باللعيبه اللي موجودين. وطبعا ما فيش شك ان المباراه اللي جايه باذن الله تعالى اعتقد انه اللعيبه هيبقى في نوع من وفي التركيز وكل حاجه، لكن هتبقى الظروف احسن، الملعب طبعا افضل، التصوير، التحكيم، الحكم مش هيبقى بهذا السوء ان ما بتديلكش اي حمايه في الملعب، وطبعا في بعض الاصابات بترجع. فطبعا كل الامور دي هتبقى في صالح الفريق اكيد في الماتش اللي جاي ان شاء الله. طيب رائع جدا.